السلام عليكم ورحمة الله، أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة. لقاء جديد والجغرافيا السياسية للشعبة الأدبية. يسعدنا أن يصاحبنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف عبد المنعم، معلم خبير المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. أهلا بيك أستاذ. إزي أهلا حضرتك؟ بحضرتك. كل سنة حضرتك طيب. طيب يا فندم. أبنائنا الطلبة الأعزاء، يعني إحنا بنختم في المنهج، وإن شاء الله هيكون ختامنا النهاردة ختام سعيد مع العلاقات الدولية مع النظام العالمي الجديد. طبعا الوحدة الرابعة دي زي ما شفنا وحدة سريعة قوي، وفيها درسين دول مميزين جدا. الدرس الأولاني احنا اتكلمنا عليه في الحلقة الماضية عن العلاقات الدولية، بس بنذكركم أبنائنا ببعض الأسئلة التذكيرية كده على ما سبق دراسته في هذا في هذه الوحدة أو في هذا الدرس. كنا مثلا زي ما نشوف مع بعضينا كده سؤال للتذكرة، هنشوفه معانا على الشاشة يا أولاد. السؤال بيقول: بما تفسر للعلاقات الدولية خلفية تاريخية؟ طبعا هنا احنا بنتكلم على المعاهدة اللي عقدها الملك رمسيس الثاني مع أخته سبل ملك الحيثيين. طب لماذا عقدت هذه المعاهدة؟ طبعا هنقول لتنظيم مبادئ الحرب والسلم بين الدولتين. أيضا هناك علاقة الفرس والروم، وكانت منطقة الشام مسرح للمعارك بين الدولتين. احنا طبعا شفنا كانت العلاقة سجال بين الفرس والروم، يعني حروب متبادلة. يبقى هنا برضو نمط العلاقة يا أولاد كان عبارة عن إيه؟ سلم وحرب، زي العلاقة بتاعة الحيثيين مع الفراعنة. يبقى هنا العلاقات قديما استنتجنا منها إنها كانت علاقات سلم وحرب، زائد ان الدول دي كانت دول متجاوره، يبقى علاقات جوار وسلم وحرب. ايضا عندنا علاقه الدوله الاسلاميه المتعدده مع جيرانها، يعني علاقه الدوله الاسلاميه بدوله الروم ثم دوله الفرس ثم الممالك المجاوره لينا بعد كده، زي ما رحنا الاندلس وشفنا فتوحات المسلمين هناك. عندنا الثوره الصناعيه بقى، ادت الثوره الصناعيه الى تغير في العلاقات الدوليه، والتغير دوت يا اولاد انها زادت حجم العلاقات، لان زاد اعتماد الدول على بعضها. واحنا عرفنا ان الثوره الصناعيه او الانقلاب الصناعي هي احلال الاله محل الانسان، وظهرت في اوروبا في منتصف القرن الثامن عشر، ادت الى حاجه دول اوروبا الى المستعمرات البعيده او الدول البعيده، فزاد اعتماد الدول بعضها على البعض الاخر. ومن هنا احنا بنقول ان انتقلت العلاقه من دول جوار الى افاق ابعد من كده. عندنا برضو العلاقة ده هون قلنا انتقلت إلى أفاق أوسع شملت العالم بأسره، وإن نوعية العلاقة هنا انتقلت من السلم والحرب إلى علاقات أخرى عديدة شملت حتى اليوم العلاقات الدبلوماسية، وزي ما شفنا بقى العلاقات القانونية والعلاقات الدبلوماسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وغيرها. ده كان سريعا كده يا أولاد عبارة عن سؤال من وجهة نظري للتذكير بالدرس الماضي. الأستاذ أشرف برضه يا أولاد مجهز لنا سؤالين، لأن طبعا وصلتنا بعض الآراء على إن الوحدة ديت أو إن درس العلاقات دوت، عايزين كده إيه برضه شوية أسئلة عنه لأن حجم الأسئلة عليه قليل شوية. أستاذ أشرف حضرتك نحط سؤال كده للطلبة أبنائنا بنذكرهم بالدرس. عندي من الأسئلة المهمة جدا: ما العوامل التي تؤثر في العلاقات الدولية؟ يا ترى ايه هي العوامل الرئيسة اللي بتأثر في العلاقات الدولية؟ تمام، لو احنا قسمناهم كده يا استاذ احمد، اول حاجة احنا بنتكلم عن الموقع، وبعد الموقع هيبدأ يتكلم عن المساحة، وبعد كده هيتكلم عن عدد السكان، وبعد كده هيتكلم عن القوة الاقتصادية، وآخر حاجة هيتكلم فيها القوة الإيه؟ العسكرية. العسكرية. ولو لاحظت يا أستاذ أحمد تلاقي العوامل دي متكررة عندنا قبل كده. طيب معانا حضرتك تليفون. اتفضل. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا ابني. أنا حسام من القليوبية. أهلا يا حسام، اتفضل. حضرتك كان عندي سؤالين، هو من نظام البوكلت، اتفضل. معرفش يا بابا، اتفضل. الاول: ما العلاقه بين تمام
التطور التكنولوجي. أيوة. ووظائف الحدود. وظائف الحدود، تمام. تاني سؤال. اتفضل. بما تفسر. تمام. تعدد مؤشرات. أيوة. القوة العسكرية للدولة. تمام. احنا كنا لسه بنقول هذا فيها. ماشي، شكرا. ماشي يا حسن. طيب العلاقة بين التطور التكنولوجي ووظائف الحدود، يعني في علاقة وثيقة جدا بين التكنولوجيا والحدود. يعني التكنولوجيا أولا تستخدم في تحديد الحد، لأن احنا قلنا استخدمت الاستشعار والتقنيات الحديثة، ودي التكنولوجيا في تحديد الحدود السياسية. استخدمت أيضا أو تستخدم التكنولوجيا في مراقبة الحدود السياسية. أثرت على الوظائف، أثرت على الوظائف. احنا قلنا إيه؟ نظرية الحد الآمن، وأن الحدود لها وظيفة، الحماية والأمن. طيب اختراع الأسلحة التي عبرت الحدود مثل الصواريخ وغيرها التي عبرت الحدود قضت على نظرية الحد الآمن. يبقى التطور التكنولوجي أثر على وظيفة الحدود بأنه هدم نظرية الحد الآمن، أو أضعف من الحدود كعامل، أو من وظيفة الحد كعامل للحماية والأمن. طيب أيضا تعدد مؤشرات القوة العسكرية. استاذ اشرف، ده احنا كنا لسه هنقول استاذ اشرف حالا بالنسبه للقوه العسكريه احنا بنقول في علاقه الدوله. نعم. عايزينها في قوه الدوله، فكان الاستاذ اشرف هيقول لنا على المؤشرات وهو بيتكلم عن قوه الدوله. استاذ اشرف، ناجل مع حسام شويه وتقول لنا حضرتك، نخلي في الذاكره السؤال بتاعنا تعدد مؤشرات القوه العسكريه. تمام. هو اصلا احنا كنا بنتكلم عن العوامل اللي بتاثر في العلاقات الدوليه. تمام. العوامل دي منها الموقع، منها المساحة، منها عدد السكان، القوى الاقتصادية، القوى العسكرية. القوى العسكرية. طيب الكلام ده اتكرر معنا قبل كده او ورد ذكره قبل كده؟ ورد في قوة الدولة. تمام. عناصر قوة الدولة. كان الموقع والمساحة والشكل وعدد السكان والقوى الاقتصادية وايضا والقوى الايه؟ العسكرية. طيب ازاي نفرق بينهم؟ هنفرق ما بينهم ازاي؟ انا همسك الموقع. تمام. الاول. لو انا هتكلم عن الموقع في البداية خالص يا أستاذ أحمد، احنا بنتكلم عن الموقع بنقول ايه دايما في الموقع؟ بنقول ان الموقع يؤثر في قوة الايه؟ الدولة. الدولة. ده احنا خدناه في الدروس الاولانية. تمام. والنهاردة انا بتكلم عن الايه؟ الموقع يؤثر في العلاقات الدولية. تمام. هو ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الموقع بيأثر في قوة الدولة، هنا هيتكلم عن ان الدولة الحبيسة غير الدولة الايه؟ البحرية. تمام. الدولة الحبيسة اضعف من الدولة البحرية. الدولة البحرية طبعا بيديها مميزات. مميزات ان بيكون غنى بالثروات، بالاضافة للسياحة، زيادة دخل قومي، سهولة الاتصال بالعالم الايه؟ بالعالم الخارجي. برضه بيخليها تتحكم في طرق المواصلات. بريه والمطارات. بريه وكده. والدوله الحبيسه لازم تستاذن مين؟ دوله اخرى لكي تمر من خلال اراضيها. يبقى هنا ده بالنسبه لليابس والايه والماء. تمام. طب ما انت عندك كمان في موقع اللي احنا بنسميه موقع استراتيجي. تمام. موقع هو ده بقى اللي يهمني. تمام. ليه؟ لان الموقع هنا اللي هو الاستراتيجي، ايه الاساس في الموقع الاستراتيجي؟ يجعل الدوله تتحكم في طرق المواصلات. تجعل الدوله في طرق المواصلات البريه والبحريه. تمام. وفي وقت السلم وفي وقت الايه؟ الحرب. هو هنا عايزه في العلاقات الدوليه. تمام. هنا هيتكلم بيقول في العلاقات الدوليه الموقع الاستراتيجي مثل مصر يختلف عن دوله مثل نيوزيلندا. ليه؟ لان موقع مصر موقع استراتيجي في قلب العالم، لكن نيوزيلندا موقعها موقع هامش على الاطراف. فالعلاقات الدوليه مع المواقع، مع الدول ذات المواقع الاستراتيجيه هي الاكثر في الاهميه. تمام. يبقى عرفت هنا الفرق بنعمله ازاي بين الاثنين؟ طيب هنكرر برضو بنفس الطريقه تاني. يعني احنا بنوصي ابنائنا ان هم ايه؟ يحللوا طريقه العلاقه دي، لازم يحط معاها الموقع. عشان الموقع ده خدنا في المقاومات الطبيعيه. نعم. وبرضه المقاومات البشريه. صح. والمساحه. تمام. برضه بتتكرر معاك تاني. انت هتتكلم عن المساحه فين يا استاذ احمد؟ في قوه الدوله. في قوه الايه؟ وقوه الدوله. تمام. والمساحه في علاقه في العلاقات الايه؟ العلاقات الدوليه. المساحه في قوه الدوله بتتكلم عن المساحه الكبيره. طبعا. تنوع. ايه اثار تنوع بتؤدي لتنوع؟
تنوع عندك في الصخور وتنوع في المعادن وتنوع في الأنشطة الإيه الاقتصادية. طب كمان المساحات الكبيرة غالبا بتحتوي على ثروات معادن، ثروات متعددة، وكمان نظرية الدفاع بتحتوي على سكان كتير. تمام. كمان المساحة الكبيرة تتيح للدولة نظرية الدفاع في العمق واستغلال المساحة في إبعاد المصانع والسكان عن المواقع التي تدار فيها الحروب. تمام. يعني احنا تذكرنا بقى الجزء بتاع قوة الدولة، في قوة الدولة المساحة، في قوة الدولة. نعم. تمام. وهنا الطالب ممكن بيتكلم في قوة الدولة لو هو سابها مفتوح، يتكلم عن المساحة الكبيرة والمساحة الصغيرة. تمام. وأصل الاثنين. أما المساحة في العلاقات الدولية فبيقول لك دولة بحجم الصين مساحتها كبيرة. تمام. أو دولة بحجم روسيا مساحتها كبيرة كأكبر دولة في العالم. تمام. تختلف العلاقات معها عن دولة قزمية المساحة أو صغيرة المساحة. تمام. يبقى هنا هو ممكن نقول الفاتيكان. هنا هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن علاقة الدول كدول. ممكن نحط سان مارينو وحط عندك لسوت وكدول ايه صغيرة المساحة أو قزمية في المساحة. فإذا هنا أصبح في نقطة خطيرة هنا هو بيتكلم فيها، هو بيتكلم عن أثر المساحة في تحديد العلاقة الدولية، علاقة الدولة. فالمساحات الكبيرة للدول تجذب دول أخرى لقيام أو لحدوث علاقات دولية بين الدول بعضها وبعض. تمام. طيب ده بالنسبة لمين؟ للعلاقة، للعلاقة في المساحة. تمام. طيب خلصنا المساحة، هنتكلم عن عدد مين؟ السكان. عدد السكان. طيب السكان كقوة دولة، السكان في قوة الدولة وقوة الايه؟ وقوة الدولة. وبرضه هنقول في علاقة الدولة. السكان وقوة الدولة يا استاذ احمد هنا هيتكلم عن حجم مين؟ حجم السكان. السكان الكبير. ان دولة حجم سكانها كبير مثل الصين أدى ان يجعلها ده مقعد دائم في مجلس الامن، وهنا كمان السكان ممكن يستغلوا الايه؟ الموارد، وايضا السكان ليهم خصائص اللي هو الخصائص العمرية والخصائص الاجتماعية، دي بتأثر برضو في الايه؟ في قوة الايه؟ الدولة. الدولة اللي عدد الاطفال فيها كتير ده بترتفع فيها نسبة الاعالة، بينما الدول اللي فيها شباب كتير بتكون دولة فتية ودولة ايه؟ قوية. تمام. اذا هنا بيتكلم عن علاقة السكان بقوة الايه؟ الدولة. ونقول فرصة وجود مبدعين برضو وظهور علماء وجيش قوي وتوفير ايدي عاملة، كل ده للحجم السكان الكبير. تمام. تعالى بقى النهاردة احنا بنتكلم عن مين؟ عن السكان والعلاقات الدولية. وعلاقات الدولة. اللي دولة مثل الصين اكبر دولة في العالم في السكان. تمام. احتلت مقعد دائم في مجلس الامن بسبب مين؟ سكان. بسبب سكان. مع ان المجلس حينما تكون فكانوا بيقولوا ان الدول الدائمة هي المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. نعم. لم تكن الصين منهم. نعم. يعني الصين دخلت هنا تحتل مقعد بسبب رئيسي هو السكان. هو عدد السكان. تمام. يبقى هنا اتكلمت عن اثر السكان، اثرها في العلاقات الايه؟ الدولية. الدولة. جعلها بتحتل مقعد دائم او من الخمس دول الكبار اللي بيمتلكوا حق مين؟ حق الفيتو. تمام. طيب ده كده السكان. طيب بالنسبة للقوى الاقتصادية، كان عندنا مقولة جميلة قوي كنا بنقولها في القوة الاقتصادية. نعم. قوة الدولة تنبع من خلفيتها، أو وزن الدولة السياسي وقوتها تنبع من خلفيتها الاقتصادية. وزن الدولة السياسي. تمام. نابع من خلفيتها الاقتصادية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني وزن الدولة في السياسي وقوتها ودورها على المسرح الدولي تؤثر في قوتها الاقتصادية. يعني إذا الموارد الاقتصادية مهمة في تحديد وزن الدولة السياسي. سواء إذا كانت موارد معدنية، سواء إذا كانت زراعة، سواء إذا كانت صناعة، تجارة، سياحة إلى آخره. تمام. طيب ده بالنسبة لمين؟ لقوة الدولة. طب بالنسبة للعلاقة الدولية يا أستاذ أحمد، علاقتها الدولية، القوة الاقتصادية والعلاقة الدولية، بنقول برضو دولة مثل الصين النهاردة بتحتل المرتبة الثانية كاقتصاد كبير في العالم. طب الصين احتلالها المكانة كبيرة في الاقتصاد العالمي، تلعب دور مؤثر، أصبحت بتلعب دور مؤثر على مصر. بيقول لك إنها بدأت تتدافع الدول، الدول لإقامة علاقات دولية مع مين؟ مع الصين. الصين لقوتها الاقتصادية. طبعا لقوتها، نتيجة قوتها الاقتصادية. تمام. نيجي بقى لسؤال حسام. عندنا بقى سؤال حسام. نعم. القوة العسكرية،
يعني احنا هنقول في قوة الدولة ونروح حاطين بقى تتعدد مؤشرات القوة العسكرية للدولة كمقولة قالها لنا ابننا حسام ونبني عليها إجابتنا. تمام. القوة العسكرية، القوة العسكرية أثرها في قوة مين؟ الدولة، في قوة الدولة. لو قلنا تتعدد مؤشرات القوة العسكرية، السؤال اللي قاله بما تفسر، هيبقى النقاط اللي الأستاذ أشرف هيقولها هي دي إجابة السؤال. هنا إيه هي عناصر القوة العسكرية؟ تمام. أول حاجة عدد الجيش، عدد الجيش كمؤشر اهو، كمؤشر أول تمام. مؤشر عندك تمام، يقول لك إن مثلا مصر من أكبر الإيه الجيوش في العالم كله، تمام، وليها ترتيب في العالم من مركز ال 20 دولة الأولى، مصر أوكي. في المركز 13. طيب ايه تاني؟ حجم المعدات تمام العسكريه، دبابات، طائرات، صواريخ، مدفعيه الى اخره. كمان حجم الانفاق العسكري، يعني بيحتل قد ايه من ميزانيه الدوله، وياخد قد ايه من ميزانيه الدوله، هو بيصرف عليه كام كمان. تمام. بعد كده اللي احنا المعونات. بنقول عليه حجم المعونات، هي الدوله بتعطي ام تاخذ؟ عشان النقطه دي يمكن الطالب بيقولك ايه حجم المعونات، انا مش فاهم يعني ايه حجم المعونات، هيؤثر ازاي في قوه الدوله. تمام. هو الموضوع باختصار، لو الدوله بتعطي معونات عسكريه تبقى الدوله دوله قويه. تمام. طب لو الدوله معتمده على المعونات العسكريه وما بتصنعش اسلحتها، يبقى هنا تكون دوله مالها ضعيفة. دوله ضعيفه. تمام. بعد كده بيقولك بقى ان من اهم المؤشرات هو قدرة المقاتل على القتال، يعني ليست الجوانب المادية فقط مؤشر على قوة الدولة. ده هنا في قدرة، هنا احنا يعني بنجيب بقى ايه حاجات معنوية، ارادة. تمام. عزيمة، تدريب، جهاز مخابرات على مستوى عالي، كل دي تعتبر مؤشرات للقوة مين؟ للقوة العسكرية. تمام. يبقى زي ما شفنا كده يا حسام في سؤالك، تتعدد مؤشرات القوة العسكرية زي ما احنا قلنا اللي واضح عندك على الشاشة، 1 و2 و3 و4 في إجابة الأستاذ أشرف في قوة الدولة. عندنا عدد الجيش، حجم المعدات، الإنفاق العسكري، حجم المعونات، وطبعا إخلاص الجندي ودوافعه، زائد جهاز مخابرات، دي كلها مؤشرات القوة العسكرية. وبكده نكون جاوبنا سؤال لابننا حسام من الأليوبية. تعال بقى نربط الكلام ده بالعلاقات مين؟ الدولية. بالعلاقات الدولية. تمام. هل القوة العسكرية لها دور في العلاقة الدولية؟ طبعا. تمام. دولة بحجم روسيا الآن وهي الوريث الشرعي للاتحاد الايه السوفيتي سابقا، بنجدها بتلعب دورا كبيرا على مسرح السياسة العالمي في مشاكل عديدة. انا عايز اسأل سؤال بدون قطع كلام حضرتك، يعني احنا عايزين نقول ليه ورثت روسيا الاتحاد السوفيتي، ورثت مقعده الدائم، ما كان ممكن تورث كازاخستان، جمهوريات الاتحاد السوفيتي في اوروبا اغنى، ليتوانيا واستونيا ولاتفيا مثلا، لكن نعم. لكن زي ما حضرتك بتقول القوة العسكرية، نعم، ان قوام الجيش السوفيتي من روسيا معظمه، من روسيا الاغلبيه، حتى بنقول في موسكو سلافية. في روسيا السلافيه الاغلبيه الشعب، نعم، زائد مصانع السلاح ومخازن السلاح والصواريخ وغيرها كلها متمركزه في روسيا لمساحتها الواسعه. وحتى النهارده بعد ما روسيا تركت الاتحاد السوفيتي مساحتها قد ايه؟ 16.7 يعني بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، 17.6 يعني قد مصر تقريبا 17 مره ونص. نعم. يبقى اذا هي الكيان او الاساس الذي ورث او النواه الاساسيه اللي كانت متجمعه حولها الجمهوريات التي كانت تابعه للاتحاد الايه السوفيتي، والى الان يطلق عليها اسم ايه؟ جمهوريه روسيا الاتحاديه. تمام. نعم. طيب في علاقتها الدولية بنقول بتلعب دور على مسرح السياسة الايه العالمي، لانها وريث شرعي للاتحاد السوفيتي سابقا، بتلعب دور في ازمة سوريا، مشكلة سوريا ولا زالت ولا زالت طبعا دورها موجود، وكمان بتلعب دور على مسرح السياسة في اوكرانيا تحديدا. نعم. تمام. دي كده العوامل يا استاذ احمد اللي احنا بنقول عليها ايه تؤثر في العلاقات الدولية وتؤثر في قوة مين؟ الدولة العسكرية. تمام. وعلى الطالب بقى ان هو يحدد ويفرق في السؤال، هل القوة فيجيب الجنب ده ولا العلاقات؟ نعم. او معا القوة والعلاقات، وده يبقى فخ بقى، لان القوة والعلاقات الطالب ما يسرحش في القوة ويكتب وبعدين كده خلاص شكرا ونسي كلمة العلاقة، لان هناك اجابة اخرى وهي العلاقة. زي طب. فكرنا بسؤال التضاريس يا استاذ احمد، اي اما نيجي مثلا نتكلم ونقول ايه التضاريس تؤثر في قوه الدوله، او ما العلاقه بين التضاريس وقوه الدوله؟ تمام. نقول الايجابيه، الطلبه يجي بيجاوب على مين؟ على الجبال بس. تمام. اما انت عندك في سهول،
تمام. فانت هنا لازم تتكلم عن ايجابيات وسلبيات الجبال او المناطق المرتفعه وايجابيات وسلبيات المناطق اللي السهليه. تمام. وده اللي كان بيفرق العام الماضي ما بين الطلبه اللي هم خدوا 60 من 60 في الامتحان والطلبه اللي جاوب بسرعه بدون تفكير. فهنا برضو لازم الطالب يقرا السؤال كويس. هو الطالب يعني بيتساءل الجغرافيا ممكن نجيب فيها 60 من 60 على اساس هو بيسمع يقول له الناس بتقول له الجغرافيا دي كانت علم كنا بنعاني منه، لكن طبعا مش زي ما احنا شايفين يا اولاد الدنيا سهله جدا. استاذ اشرف في ناس قفلت السنه اللي فاتت كتير كتير جدا 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 جابوا درجات كامله نهائيه، ولكن لما تنظر للاجابه فعلا تشعر ان الطالب فاهم. وهنا انا بقول ان الجغرافيا مش ماده حفظ، ده ماده فهم. الطالب لو قدر يفهم السؤال كويس وهو مذاكر كويس هيقدر يجاوب كويس. تمام. وعندك اسئله المهارات. اسئله المهارات. نعم. طيب يعني اسئله المهارات دي اسئله تعتبر تطبيقيه. يعني على الطالب فهم، زي ما حضرتك النهارده عملت لنا مهاره ان احنا جبنا من القديم خالص وقارنا بالجديد درس بدرس، القوه والعلاقه. نعم. تمام. وبرضه من أسئلة المهارات اللي يعني على الوحدة السابقة كان في سؤالين مهمين جدا اللي هما سؤالين الرأي، هل ترى ضرورة قيام تكتل اقتصادي او هل ترى إمكانية قيام تكتل اقتصادي؟ نعم. طبعا احنا قلنا ان احنا هنقول المقاومات بتاع التكتلات ونطبقها على الوطن العربي، هي موجودة ولا لا؟ نعم. ونفس الكلام وكان في سؤال على الأحلاف العسكرية، هل ترى ضرورة قيام حلف عسكري عربي؟ نعم. في هذا التوقيت بالذات مع الأخطار المحيطة بالوطن العربي كان لابد من قيام تكتل أو حلف عسكري عربي. طيب وطبعا المقر تقترح المقر لحلف عسكري عربي هيكون فين؟ أنت عندك قلب الأمة العربية وموقعها الاستراتيجي. ألا يعدي ذلك انحيازا؟ لا، انت عندك اكبر جيش في الدول العربيه هو الجيش المصري. تمام. يعني في مؤهلات لكده. نعم. زائد الخبره في اربع حروب من نعم. 48 غير الحروب القديمه بقى. نعم. تمام. احنا لسه واخدين معركه قادش مع الحيثيين، والرسول صلى الله عليه وسلم اوصيكم بمصر خيرا ففيها جند وما خير جنود الارض. تمام. نعم. خلاص يبقى احنا بعد اللي حضرتك قلته مش هنقدر نتكلم تاني. النظام العالمي الجديد. نعم. النظام العالمي الجديد، وده الدرس الأخير في الوحدة الرابعة والأخير في منهجنا. النظام العالمي الجديد عبارة عن مجموعة تفاعلات طبعا بين دول على المستوى الإقليمي والعالمي لتحقيق منظومة العولمة، إن العالم يصبح مثل القرية الصغيرة زي ما قلنا، أن العولمة هي القرية الكونية، أو نقدر نقول إن العالم من تقدم الاتصالات والمواصلات أصبح مثل القرية الصغيرة. هذا النظام العالمي الجديد تفاعلات الدول على مستوى الإقليمي، يعني مثلا تفاعلات مصر مع الدول المجاورة، مع جامعة الدول العربية، مع منظمة الاتحاد الإفريقي، مع الكوميسا شرق أفريقيا، كل ده بنجيبه من منهجنا اهو، ده تفاعل إقليمي. أو على المستوى العالمي، يعني دور مصر في اليونسكو، دور مصر في الأمم المتحدة، في القضايا عدم الانحياز الدولية، ده تفاعل، تفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي لتحقيق منظومة العولمة، أو لتحقيق فلسفة العولمة، وأن يصبح العالم مثل القرية الصغيرة زي ما قلنا، ويكون يقود التعاون وليس النزاع أو الحروب. أستاذ أشرف، أنا من وجهة نظري عرفت النظام العالمي الجديد. نعم. عايزين نشوف بقى كتاب المدرسة معرف النظام العالمي الجديد وبعدين مراحل ظهوره. تمام. هو زي ما حضرتك تفضلت قلت إن هو مجموعة من التفاعلات، يعني بنبدأ كده مجموعة من التفاعلات بين أعضاء المجتمع الدولي. ده اسمه إيه ده؟ النظام العالمي الجديد. طالب يقول لي مجموعة التفاعلات دي قررت قبل كده. قررت فعلا في العلاقات الايه الدولية مجموعة تفاعلات بتتم بين منظمات او تكتلات او مجموعة دول. تمام. هنا بيتكلم عن النظام العالمي، بيقول هو مجموعة من التفاعلات بين اعضاء المجتمع الدولي بتتم على المستوى الاقليمي
ولا عالمي. وفق نسق معينة أو مستقاة أو مستمدة من فلسفة مين؟ العولمة. يعني معنى كده إن النظام العالمي ده مستمد من فلسفة العولمة؟ هو أصلا فلسفة العولمة قايمة على أساس إيه يا أستاذ أحمد؟ كلمة العولمة إذا تعددت النظم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هناك نمط واحد من هذه الأنظمة يكون هو الإيه؟ القائد. السائد، تمام صح؟ هو تمام نفس الكلام في النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد باختصار إن مع سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه بقيت دولة واحدة أو قوة عظمى موجودة هي وحيد، الولايات المتحدة الأمريكية. تمام، يبقى ده اسمه إيه ده؟ هو نظام وحيد عالمي. نظام عالمي. قائم على إيه النظام العالمي؟ إن في قوة عظمى رئيسية أو رئيسة في العالم هي الولايات اللي إيه؟ المتحدة الأمريكية. هي التي تتحكم في إيه؟ في معظم اللي هي اللي إيه؟ القرارات الدولية. إذن تمام، يعني أصبح تقود العالم. يعني بتقود العالم. تمام طب ما هو ده معناه ان النظام العالمي مستمد من فلسفة العولمة. طب من خلال التعريف اوجد العلاقة بين العولمة والنظام العالمي الجديد. فكرة العولمة ادت الى ظهور. نشأة النظام العالمي الجديد، تمام كلاهما اثر في الاخر وتأثر به. فاذا هنا النظام العالمي الجديد ده هو عباره مجموعه تفاعلات بتتم بين اعضاء المجتمع الايه الدولي، شو بيقول لك ايه، مستمده او مستقاه من فلسفه مين، العولمة. اللي هي العولمه. اذا في علاقه ما بين العولمه وما بين النظام العالمي الجديد، زي تمام ما احنا بنقول ايه، لقد هيمنت الثقافه الامريكيه على الثقافه الاوروبيه. يعني ايه هيمنت هنا؟ يعني سيطره الثقافه. ما هو ده نظام عولمه. تمام، طب ما هو ده نظام عالمي جديد. نظام عالمي جديد. نعم تمام. طيب النظام العالمي الجديد له عدة مراحل، عايزين ناخد المراحل دي مع التأكيد على عدة يعني كلمات. نعم طرح، نعم ظهر، عرف. نعم يعني طرح، ظهر، عرف. متى طرحت الفكرة؟ متى عرف هذا المفهوم؟ متى ظهر هذا النظام؟ أول من طرح الفكرة، يبقى أنا بركز هنا أهو في مين؟ في طرح الإيه؟ الفكرة. الفكرة زي ما إحنا بنتكلم مع بعض بقول لك إيه رأيك نعمل كذا، دي مجرد فكرة. تمام، أول من طرح الفكرة كان الرئيس الأمريكي ويلسون ويلسون عندما نادى بحق الشعوب في تقرير مصيرها والمبادئ الـ14 أثناء الحرب العالمية الأولى. أبنائنا في الشعب الأدبية دارسين في نعم التاريخ ويلسون والحرب العالمية الأولى. لكن أول ظهور للنظام العالمي أو ظهر النظام العالمي الجديد لأول مرة في خطاب الرئيس السوفيتي غورباتشوف. يبقى هنا أول ظهور للنظام العالمي الجديد كان في خطاب مين؟ غورباتشوف. الرئيس السوفيتي غورباتشوف، تمام، عندما أعلن انتهاء الحرب الباردة تمام وبداية حقبة جديدة من حقب التاريخ، وهي انتهاء الصراع الأيديولوجي ما بين الكتلة الرأسمالية والكتلة الإيه؟ الشيوعية، وبداية اللي هو الايه التقارب الى الغرب، تمام، او بداية التقارب مع الدول مين، الدول الرأسمالية او الغربية. تمام، يعني احنا بنقول ان هو هذا النظام العالمي الجديد طرحت على يد ويلسون، نعم، ثم ظهر في خطاب جورباتشوف، نعم، وقد اعلن جورباتشوف مجموعة من المبادئ نعم لذلك، يعني قال ان هناك مبادئ حاكمة للنظام العالمي الجديد مظبوط مثلت في 4 مبادئ. عندك 2 نزع، تمام، نزع السلاح واتنين ونزع احلام، الصفة الايديولوجية. تمام، هنا معنى كلمة نزع الصفة الايديولوجية ايه؟ فاكر لما جينا نتكلم عن تطور خريطة العالم السياسية قلنا ايه فيها؟ انتهاء الصراع الايديولوجي بين الكتلة الرأسمالية والكتلة الايه؟ الشيوعي. الشيوعي هو تمام بتشوف اتكلم عن الموضوع ده الايديولوجي اللي هو المعتقد الفكري اللي هو الفكر او الفكر، اه تمام، فهنا فكر اشتراكي وفكر رأسمالي مظبوط. يبقى اصبح هنا اول حاجه هو بيتكلم عنها فكره نزع مين، السلاح، تمام، لان انت عارف في اثناء الحرب البارده هو سباق تسلح، انهماك الطرفين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي سابقا في تنافس وسباق ايه، تسلح، وده تسلح اللي ارهقهم اقتصاديا وخاصه الاتحاد الايه، الاتحاد السوفيتي. تمام، طيب اما تيجي النهارده بتتكلم عن مبادئ بتحكم النظام العالمي الجديد، بتتكلم عن مبدا ايه، نزع سلاح،
ونزع الصفه الايه؟ اللي هي الايديولوجيه. الايديولوجيه. طب المبدئين الباقيين ايه؟ انت عندك مبدا اللي هي توازن الايه؟ القوه سقط. القوه طب تمام، في ايه اللي هيحل محله؟ مبدا تاني اسمه توازن المصالح. توازن المصالح. يبقى احلال مبدا توازن المصالح بدلا من توازن توازن القوه. القوه اللي كان موجود. يعني ما بقاش صراع مثلا على التسلح وصراع على القوة وفرض النفوذ، وإنما يكون صراع اقتصادي مثلا نحو تقدم الإنسانية في الصناعة، في المخترعات، اعتماد دولي على بعض، تمام حاجة زي كده. تمام. تمام طيب معانا تليفون يا أبنائنا. ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ أحمد، أهلا وسهلا. استاذ أشرف، أهلا وسهلا. محمد، عايز أسمع حبة أسئلة بس كده. اتفضل يا محمد. حاضر. ماشي، صح وغلط مع ذكر السبب. اتفضل. من مقومات التكتل الاقتصادي التنوع والتشابه بين الدول. تمام. وسؤال تاني، ما المقصود بالقانون الدولي؟ تمام. لا سيبك من القانون. ماشي. صح وغلط برضو. طيب. الوحدة الاقتصادية هي الغاية من التكامل الاقتصادي بين الدول. الايه؟ الوحدة الاقتصادية هي غاية التكامل الاقتصادي بين الدول. بما تفسر برضو. اتفضل. أدت سياسة جورباتشوف إلى قيام ألمانيا الموحدة. ماشي؟ اتفضل. بعد إذنك بس، هو بالنسبة لاستمارة الثانوية العامة يعني مقيدة بالمصاريف ولا إيه؟ بتراجع مع المسؤول اللي هو الأخصائي عندك اللي هو مسؤول شؤون الطلاب. طب هو طالب مني 3 سنين اللي فاتت أدفعهم، فيعني المشكلة دي. لا، 3 سنين إيه؟ يعني أنا ما دفعتش 3 سنين اللي فاتوا. لا لا، هو في فلوس للاستماره نفسها. لا، هو طالب مصاريف المدرسه. طالب رسم استماره. لا، مصاريف المدرسه بقى ده يعني هي مقيده يعني بالاستماره تبع شؤون الطلبه. لا، هو مفيش حاجه مقيده باستماره السنه العامه الا مصروفات اللي هي مصروفات الاستماره. واخد بال حضرتك. انما في حاجه تانية برضو يا محمد، اذا كان بتنزل المكتب الاخصائي الاجتماعي، تمام؟ وهو بيحل لك مشكله المصروفات دي. لان هم متفاهمين جدا يعني في هذا المجال، بس ينزل مكتب الاخصائي. لكن مالهاش دعوه بالاستماره نفسها. لا طبعا. ما فيش حاجه مرتبطه بالاستماره الا رسم الاستماره نفسها. خلاص. لان ده كله طبعا دي يعني فيها اوراق دمغه وفيها حاجات رسميه بتاعت الدوله. تمام. فدي تمام. رسوم قانونيه يعني معترفه بقانون. تمام. ماشي حبيبي. معلش كمان سؤال، معلش. اتفضل. وضح العلاقة بين مصادر الطاقة والصراعات الدولية. مصادر الطاقة والصراعات. تمام. ماشي. شكرا جدا. شكرا. العفو. العفو حبيبي. طيب، عليكم ورحمة الله. أستاذ أشرف، أنا هجاوب على مقاومة التكتل الاقتصادي يقوم على التنوع والتشابه. التنوع في، خلي بالك عشان بيقول التنوع لا التشابه، في الموارد الاقتصادية. يعني يكون عندنا في الإنتاج الاقتصادي في تنوع. ما فيش تشابه، او لو لقينا في تشابه في الانتاج الاقتصادي بيضعف من التكامل. يعني انا بنتج قطن والدوله اللي جنبي بتنتج قطن، نبدل مع بعضينا القطن، استفدنا ايه؟ لكن احنا لازم يكون في تنوع في الموارد. هذا التنوع يسري التكتل الاقتصادي ويغنيه وينجحه ويغري الدول التي لديها نقص في بعض الموارد بالانضمام الى هذا التكتل. يبقى ده تنوع في الموارد الاقتصاديه. اما التشابه في العادات والتقاليد، تمام، عشان ايه؟ والنظم السياسيه برضه، العادات والتقاليد والنظم السياسية، عشان يكون في انسجام في التكتل. ده الايه؟ التنوع والتشابه. استاذ اشرف، انت كنت بتقول في القانون الدولي، فاستاذ اشرف اعترض. ايه ده؟ هو فعلا هو ورد فعلا في البوكليت، ولكن هو بس عملية استنتاجية. تمام. ولكن ما المقصود عندما يأتي في اختبار اخر العام؟ سيأتي مصطلح موجود داخل المنهج وله تعريفه. تمام. وليس على الطالب استنتاجه هو هنا بس. تمام. يمكن بس بيخليه يفكر شويه بس. تمام. لكن مش القصد المصطلح كمصطلح. المصطلح اللي لو جه اخر السنه هو هنا طبعا المصطلح اللي هو بيكون داخل كتاب المدرسه، يعني بيكون الطالب درسه. زي يعني مثلا الحرب، مفهوم الحرب، مفهوم العلاقات الدوليه. تمام. ما المقصود بالنظام العالمي؟ خلاص. لكن غير كده لا. تمام. يعني القانون الدولي هو مش مطالب بيه. لا لا لا، هو بس يركز في المصطلحات الأساسية اللي موجودة عنده. تمام. لأن طبعا في بعض الكتب بتجيب حاجات لسه إيه كانت موجود موجودة في المرة اللي فاتت. نعم. طيب،
الوحدة الاقتصادية هي غاية التكامل الاقتصادي، صح أم خطأ؟ الوحدة الاقتصادية هي غاية التكامل الاقتصادي. كان عندي بس حتة يمكن حضرتك وضحتها بس لازم كتير من الطلبة يعرفوها، حتة التكتل الاقتصادي قائم على التنوع والتشاور. يعني شوف حضرتك جاوبتها له بطريقة سهلة تقريبا. في تليفون تاني يا أستاذ أحمد. تمام، طيب معنا تليفون تاني. أيوة يا ابني اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ عامل ايه؟ أهلا وسهلا يا ابني. والله يا مستر بنشكرك والله على مجهودك. الله يخليك يا محمد، ربنا معاك وينجحك يا رب. مستر عندي سؤالين كده وثلاثة. اتفضل. واحد بيقول بما تفسر. تمام. لا يوجد نظام حكم مثالي. اتفضل. على مستوى العالم. تمام. والسؤال الثاني بما النتائج المترتبة على. تمام. ارتفاع عدد فئات صغار السن. تمام. في الدول النامية. تمام. والسؤال الثالث بما تفسر. تمام. أهمية الحكومة. تمام. وعلى رأسها الحاكم بالنسبة للدولة. تمام. بس شكرا، شكرا يا محمد، ربنا معاك يا رب. هنجاوب على أسئلة محمد أخوك اللي سبقك وبعدين نجاوب على أسئلتك، استفيدوا من الاثنين. ماشي يا محمد. طيب أستاذ أشرف كمل كلام حضرتك. فحضرتك يمكن وضحت له بطريقة سهلة قوي، قلت له التنوع في الموارد والتشابه في الأنظمة السياسية. تمام. وفي العادات وفي التقاليد. طب هو الطالب هنا العبارة هنا قائم على التنوع والتشابه. تمام. يبقى العبارة هنا صحيح. تمام، عبارة تنوع صحيح. تنوع في الموارد وتشابه في العادات والتقاليد وإلى آخره. تمام. لكن هو لو قال له هنا قائم على التنوع لا التشابه، لا التشابه، هتختلف خالص العبارة. تمام خلاص. السؤال الثاني اللي حضرتك بتسأل عنه هو غاية التكتل الاقتصادي ايه؟ هو ايه الهدف من التكتلات مين اللي هي الايه الاقتصادية؟ الهدف من التكتل الاقتصادي هو تحقيق وحدة اقتصادية. تمام. اذا الاساس ان انت تحقق وحدة اقتصادية، تحقق رفاهية لشعوب الدول الاعضاء، تستفيد من الانتاج اللي ايه؟ من الانتاج الكبير. اذا غاية من غايات التكتل يعتبر الايه؟ اللي هو يعني احنا نقول العبارة صحيحة. نعم. تمام. ولكن التكتلات دلوقتي بقى ليها برضو ايه؟ جوانب اخرى، جوانب اللي هي أخرى. ايه؟ اهتمامات سياسية. لكن لو قال له هي الغاية الوحيدة فقط او الغاية لا الوحيدة. هنا خطأ. تمام. لكن لما اقول التكتلات الاقتصادية او الوحدة الاقتصادية غاية من غايات التكتلات، غاية من تمام. غايات التكتلات. طبعا. طبعا. لان احدى غاياته ان هو يحقق وحدة ايه؟ اقتصادية. وحدة اقتصادية. تؤدي الى رفاهية. هو تمام. اصلا في نظام العالم الجديد لما نيجي نتكلم النهاردة عن ما النتائج المترتبة أو ما هي العوامل التي أثرت على ظهور النظام العالمي الجديد، سعي الدول الأوروبية لإقامة وحدة اقتصادية عن طريق إقامة سوق أوروبية مشتركة اللي تحولت بعد كده للاتحاد إيه؟ الاتحاد الأوروبي. تمام. نعم. طيب أدت سياسة جورباتشوف إلى قيام ألمانيا الموحدة بما تفسر؟ هو هنا بيتكلم طبعا انت عارف الاتحاد السوفيتي سيطر على ألمانيا الشرقية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. تمام. فأصبح هنا القصة مرتبطة بمين؟ بكيان الاتحاد السوفيتي. السوفيتي اللي انهار. تمام. فعندما فشل الرئيس السوفيتي في إيجاد نظام اقتصادي أكثر تطورا، تمام. بدأت الدول والجمهوريات التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي يتفكر. يكون لديها الرغبة في الانفصال عنه. تمام. وفي نفس الوقت بدأ الفكر عند الألمان هو اتحاد ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية طبعا. وهدم سور إيه؟ برلين. سور برلين. تمام. فطبعا كان مؤشر لفشل الرئيس السوفيتي جورباتشوف في سياسته في وجود نظام اقتصادي قادر على التطور أو قادر على تطوير أدائه الاقتصادي، كان مؤشر لانضمام ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية اللي هو اللي احنا بنقول عليه إن كانت سياسته الفاشلة أدت إلى إيه؟ اندماج ألمانيا الشرقية مع ألمانيا الغربية. تمام. الصراع على مصادر الطاقة. نعم. الصراع على مصادر الطاقة. طيب في تليفون معنا. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا مستر عامل ايه؟ أهلا وسهلا. بقول لك كنت معايا كان معايا ثلاث أسئلة. اتفضل يا مصطفى. السؤال الأول. أيوة. صح وغلط مع ذكر السبب. تمام. لا يمكن استخدام الأنهار. تمام. في تحديد الحد السياسي. تمام. بسبب عيوبها. تمام. انا اعرف انه في انهار استخدمت بس بس ليها عيوب، فانا اقول له صح ولا غلط؟ لا هو 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 كده الاجابه خطا. خطأ.
لان في انهار استخدمت، لان في انهار الله ينور عليك استخدمت. يعني هتقول لك لا يمكن يا مصطفى، مش العباره بيقول لك لا يمكن؟ بيقول لي لا يمكن، لا يبقى العباره خطا، لان في انهار استخدمت بالفعل كحدود. وتقول له الامثله يعني، تقول له الراي كمان برضه. ماشي، ما هو هنا بص بص يا مصطفى، في نقطة هنا لازم تخلي بالك منها، صياغة العبارة. فخ بيعمل له فخ هنا كمان. اللي هو ايه يعني، هو ممكن هنا يصطادك في عبارة زي دي ويخليك تفكر، طب ما في انهار ليها عيوب وفي انهار استخدمت، طب انا اقول صح ولا غلط؟ اقرا العبارة كده بيقول لك ايه؟ لا يمكن استخدام الانهار في تحديد الحد السياسي بسبب عيوبها. طيب يبقى هنا العبارة خطأ. عارف انت عملت ايه يا مصطفى؟ ركزت مع اخر كلمة اللي هي عيوبها. فقلت بس طالما عيوب يبقى لا يمكن دي صح. لا هي خطا. ليه؟ لان عندك امثله، انت هتقول الاجابه هنا الامثله اللي هو نهر الراين، هتقول الراين المانيا وفرنسا، تمام، نهر بوج احد روافد الفيستولا، ده من واقع كتاب المدرسه. هتقول برضو عندك نهر الريو جراند، وعندنا شط العرب بين العراق وايران. يبقى كل ده رغم مشاكله لكن تستخدم الانهار كحدود، تستخدم. بص بقى العبارة دي يا مصطفى، قد تستخدم الأنهار أحيانا كحدود. ها؟ صح أقول صح ولا غلط يعني؟ صح ولا غلط؟ قد تستخدم الأنهار إيه؟ قد تستخدم الأنهار أحيانا كحدود. صح. تمام، الله ينور عليك. وهتقول الأمثلة. ساعات بتستخدم كحدود. طيب. أقول مثل مثلا نهر الراين. تمام. ونهر نيو جراند. وتقول مميزات الأنهار كحدود. واقول عيوبه برضه ولا لا؟ لا لا تقول المميزات بس، تقول المميزات بس. العباره الثانيه، قد لا تستخدم الانهار احيانا كحدود. لا غلط دي. لا لا ده استاذ اشرف كده وقعك. قد لا تستخدم احيانا كحدود. اقول له ايوه قد لا تستخدم احيانا، واروح قايل العيوب، باصص العيوب، اروح قايل العيوب، عدم ثباتها وعدم يعني انخفاض وارتفاع المياه فيها وهكذا، تغير المجرى مثل ريو جراند وهكذا. فهمتها كده مصطفى؟ يبقى الموضوع مرتبط بايه؟ مرتبط بصياغة العبارة. هي العبارة مصاغة ازاي؟ هي بتهدف لايه العبارة؟ هو ده، فتركز فيه قوي. تمام، سؤالك الثاني يا مصطفى ايه؟ بيقول لي وضح ركائز الاتحاد الاوروبي. ركائز الاتحاد، تمام. ركستين برضو عن السؤال ازاي اقول له اشركوا رك... لا 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 ركستين بص لايدينا كده، ركستين، الديمقراطيه وسياده القانون. تحقيق الديمقراطيه وسياده القانون. طب ما دي تبقى ضمن شروط كوبنهاجن. لا ما هو شرط. لازم ما هو لازم الشروط تنسجم مع الركائز. ما هو دول الاتحاد الاوروبي جايب لي الركائز عامه في الكتاب. لا هو جايب لك الركائز، بيقول لك في وسط الكلام وقد أقيم الاتحاد الأوروبي اعتمد على ركيزتين، تطبيق الديمقراطية وسيادة القانون. موجودة في صفحة 86 يا مصطفى. أستاذ أشرف بيقول في أول حاجة في نماذج التكتلات الاقتصادية. صفحة 86 في الكتاب. هو بيضم 28 دولة بتغطي معظم دول القارة، وهناك خمس دول مرشحة، انظر الخريطة، ويقوم الاتحاد الأوروبي على ركيزتين، سيادة القانون وتحقيق الديمقراطية. سمعت أستاذ أشرف بيقرأ لك من كتاب المدرسة. خلي بالك الحاجات دي بتكون ما بين السطور. ماشي. وهو يوقعك فين؟ في الحاجة اللي هي ما بين السطور. فلازم تركز فيها شوية. كنت شروط كوبنهاجن بس قلت لا لا لا. وخلي بالك عشان ما تتلخبطش. شروط كوبنهاجن من الشروط برضو اللي موجودة تطبيق الديمقراطية وسيادة القانون. ده اللي هو الله ينور عليك. السياسي. من الشروط السياسية. الشروط السياسية. حتى تتفق مع ركائز الاتحاد. ما هو ده برضو مش فاهمني؟ يعني الاتنين كده منسجمين مع بعض. تمام؟ تمام. طيب سؤالك الثالث يا مصطفى. بيقول لي برضو وضح. ايوه. أثر الدولة. ايوه. الأثر الدولي والأقاليم لحلف الشمال الأطلنطي. الأثر الدولي والإقليمي. أيوة. الأثر الدولي والإقليمي للأحلاف العسكرية لحلف الشمال الأطلنطي. تمام. تمام. هو المقصود بها للأحلاف. الرابع معلش. اتفضل. بما تفسر. أيوة. أهمية الدولة لا تقدم مساحتها. تمام. السؤال ده بقى. بص أهمية الدولة يعني إيه؟ بيقول لك إيه؟ مش بالتخن. ممكن يكون تخن بس صحته ضعيفة. طيب الدولة مساحتها كبيرة ما فيهاش موارد، يبقى كده المساحة نفعتني في حاجة ما نفعتنيش في حاجة، يبقى لازم حجم الموارد وعدد السكان. حجم الموارد وقدرة
السكان على استخدام الله ينور عليك جبتها انت وعدد السكان. الله ينور عليك كده انت جبت الاجابه تمام. يعني هي رد على السؤال ده يعني ايوه. فبيقول لك اهميه الدوله ما تقاسش بالكيلومترات او حتى بحجمها سواء جاب كده او كده الاجابه واحد. ماشي اوكي يا مصطفى. طيب شكرا. يبقى انت ناقصك سؤال واحد اللي هو العفو يا ابني اللي هو الاثر الدولي لحلف شمال الاطلنطي او الاحلاف العسكريه عموما كان ليها اثار اللي هي سباق التسلح وزياده حده الحرب البارده اضعاف هيبه الامم المتحده. ده الاثر الدولي والاقليمي لحلف شمال الاطلنطي. كده مصطفى اسئلته الاربعه تم اجابتها. ماشي احنا لسه في السؤال الاخير لابننا محمد اللي هو الصراع على مصادر الطاقة. بنقول الصراع على مصادر الطاقة الدولية. هو هنا بيتكلم عن مشكلة الصراع على مصادر الطاقة واثرها على الازمات الايه الدولية. الدولية تمام. شفنا من ايام اندفاع الجيوش الالماني هنا لو احنا اتكلمنا عن الجزئيه دي تحديدا انا عايز اشوف ايه اثرها على العلاقات الدوليه. المانيا اثناء الحرب العالميه الثانيه اندفعت للحصول على البترول او لسرعه الوصول لحقول البترول الموجوده في منطقه القوقاز. القوقاز تمام. وكانت دول الحلفاء تسعى لنفس الايه لنفس الهدف. تمام. ايضا مصادر الطاقه اثرت في النزاعات ما بين الدول المتقدمه والدول الايه الناميه. تمام. واصبح الصراع الان هو صراع على البترول والغاز الايه الغاز الطبيعي لان هم بيحتلوا مكانه كبيره في الطاقه وفي تمام. التجاره الايه الدوليه. تمام. وعندك مثل في الدول العربيه لجأت كل من تونس وليبيا لمحكمه العدل الدوليه للتنافس على السيطره على مصادر الطاقه في الرصيف القاري. وحكمت محكمه العدل الدوليه لصالح تونس لوجود جزر تونسيه في مياه البحر الايه المتوسط التابعه لدوله تونس اعطتها الحق في استغلال هذه الثروات. فاذا هناك دور لمصادر الطاقه في الازمات والصراعات الدوليه. نعم تمام. طيب عندنا برضو اسئله ابننا محمد لا يوجد نظام حكم مثالي. طيب احنا بنقول لاولاد ان نظم الحكم المثالية كل نظام له عيوبه ومميزاته وتختلف المجتمعات في خصائصها وعلى كل مجتمع أن يختار ما يناسبه من نظم حكم إذا كان برلمانيا إذا كان جمهوريا إذا كان ملكيا إذا كان نظاما رئاسيا أو شبه رئاسي. فكل هذه الأنظمة لها عيوبها ولها مميزاتها وبالتالي وأيضا المجتمعات لها عيوبها ولها خصائصها المختلفة وعلى كل مجتمع زي ما قلنا كده أن يختار ما يناسبه من هذه الأنظمة. طيب نتائج ارتفاع كبار السن في الدول النامية. أستاذ أشرف كان لسه بيقول أن كبار السن وصغار السن يؤدوا إلى ارتفاع نسبة الإعالة والإعالة هي الفئة التي ينفق عليها ولا تعمل مما يؤثر على قوة الدولة سلبا. يبقى هنا ارتفاع نسبة الإعالة وبالتالي ضعف الدولة. طيب أهمية الحكومة وعلى رأسها الحاكم بالنسبة للدولة. طبعا الحكومة هي التي تمد الشعب باحتياجاته تحافظ على الأمن توفر الخدمات للشعب تدير البلاد تدير شؤون البلاد كل دي أهمية الحكومة بالنسبة وعلى رأسها الحاكم بالنسبة للدولة وهي أحد عناصر الدولة. طيب أستاذ أشرف احنا لازلنا طبعا في مراحل تطور النظام العالمي. ابنائنا طبعا عندهم دلوقتي الاسئله كلها ارتفع مستواها ما شاء الله ومعظمها اسئله فيها فكر وفيها مهارات واحنا طبعا تحت امركم ومستعدين للاجابه على جميع الاسئله ان شاء الله ربنا يكللها بالنجاح. عندنا تطور النظام العالمي الجديد. نعم. قلنا ظهر اول طرح الفكره تمام. ده الرئيس ويلسون. بعد كده اول ظهور للنظام العالمي الجديد تمام. طيب. كان على يد الجورج. استاذ حضرتك معانا تليفون تاني. الو حضرتك يا معلم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا يا ابني. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. حضرتك معايا سؤالين. اتفضل. ماذا يحدث اذا الحمد لله ماشي اتفضل. زادت عمليه النحت والارسال من النار. معلش زادت عمليه النحت والارسال من النار. تمام. ما النتائج المترتبة على التغيرات المناخية في غرب افريقيا على حركة الرعاة؟ تمام.
وضح زيادة أهمية المياه الإقليمية حديثا. تمام. والأهمية الاقتصادية للرصيف القاري. تمام. شكرا لمسك. العفو يا ابني. ماشي. طيب نقول زادت عملية النحت والإرساب في الأنهار، ده بيؤدي إلى أن النهر بيغير في مجراه، يعني بينحت في جانب ويرسب في جانب لازم يغير مجراه، وينتج عن ذلك مشكلات للأنهار كحدود سياسية. وهندي مثال بريو جراند ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وانتقال تبعية بانكو من الولايات المتحدة إلى المكسيك. ده السؤال الأولاني. أستاذ أشرف، التغيرات المناخية في غرب أفريقيا وأثرها على حركة الرعاة. دي من مشكلات الرعاة. طبعا حصل في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين ان بدا يقل المطر. تمام. وحدث جفاف في منطقه غرب ايه افريقيا. تمام. فده ادى لعدم وجود الحشائش، فكانت النتيجه الرئيسيه هو ان بدات كتير من الحيوانات تموت. تمام. فده ادى الى زياده حركه الرعاة. تمام. تقريبا يعني معانا تليفون تاني او تمام تمام. طيب ده بالنسبه لمشكلات الرعاة. طب زيادة أهمية المياه الإقليمية، طبعا ظهور الثروات في المياه الإقليمية، احنا قلنا يا اولاد الرصيف القاري. تمام. وبالنسبة لأهمية الرصيف القاري احنا قلنا وجود الغاز الطبيعي والبترول والثروات العديدة داخل هذا المجال. معلش يا اولاد احنا وقتنا يعني عايزين نمده اكتر من كده، بس احنا مرتبطين بوقت، فان شاء الله احنا بنشكر استاذ اشرف جدا. تمام. وان شاء الله يا اولاد بنلقاكم على خير، مستنيين اسئلتكم وان شاء الله هنجاوب عليها في الحلقات القادمه. القونا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.